احنا دلوقتي موجودين عشان من فرق الناشئين ابتدت، فبنتابع فرق الناشئين وبشوف مين يقدر يصعد ويطلع معانا في الدرجه الاولى السنه دي ان شاء الله. انا طول عمري بقول كده ان احنا طول ما احنا الناشئين عندنا كويسين، طول ما النادي الاهلي هيفضل ان شاء الله متربع والاول دايما، هما الاساس. السنه اللي فاتت كان عندنا 6 لاعبات تحت 18 سنه، في منهم حوالي 4 السنه دي خلصوا ومفروض يطلعوا مع الدرجه الاولى، لسه مع فتره هنشوفهم ونبص عليهم لان ان شاء الله يكون في تدعيمات السنه دي. الباقيين زي ما هم لسه في ال 18 بنتابعهم، وفي مواليد 2003 طالعين من 16 سنه جيل مبشر وفي خامات كويسه، فبرضه ان شاء الله يكون لي نصيب، وفتره الاعداد هيبقى معانا عدد كويس جدا من 18 سنه. الحمد لله احنا في خلال سنتين خلاص بقينا هم النادي الاهلي، احنا ابطال مصر دوري وكاس ومرتبط وبطوله القاهره، خلاص النادي مش هيقبل مننا اي خساره بعد كده. البطولات المحليه لازم يكون في حفاظ على الفوز وعلى المستوى دوت. ان شاء الله يكون في تدعيمات السنه دي عشان نروح لافريقيا وعربيه والعاب عربيه، هو ده اللي بنسعى له مع استكمال القوام الفرق الاساسي الموجود وتصعيد الناشئات من تحت، ده السياسه اللي احنا ماشيين بيها دايما.